فقامت جمعية بصمة خير بالتعاون مع نادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي مساء أمس مجلسا تأبينيا لروح الفنان الكبير الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا بمشاركة محبي الراحل ونخبة من نجوم الفن البحريني. وما أنسى الصبور اللي نتغدى فيه دائما أنا وياه في المكتب، من يشوفني يتصل في مع عدنان يقول لي ترى عن اليوم عندي بحريني يعني. زيدوا الصبور شوية، هذا لين الصبور ما يعرفون له، يعرفون بس حق الصافي يعني، وكان هو عنده يعني الصافي مو بشيء. فأيام قضيت مع أبو عدنان ما تنسي الحقيقة. أقل شيء بنسوي إحنا لفنان ضخم مثل هذا، يعني أنا من أول ما ولدت وإحنا بنشوف الأعمال تبعته، فصعب كتير علي الموضوع كيف إنه توفى وهو من طفولته معاي، دايما بشوفه على التلفزيون بشوف المسرحيات، فالله يرحمه والله يصبر أهله. كانت هذه المبادرة جاتنا وتبنيناها نظرا لتقدير مش فقط من عيسى اللي هي سوينا في هذه الفعالية، تقدير البحرين كلها لهذا الرجل الذي قدم الكثير لأكثر من 5 عقود من الزمان. يقال إنه رسم الابتسامة، أنا أختلف مع الكل، هذا الرجل نحت الابتسامة في عقولنا في أذهاننا وأصبحت مصطلحات اللي كان يستخدمها في أعمال الفنية جزء من حياتنا اليومية.